أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها كالعادة بالعناوين. من الموقع بوست: الحوثيون يشترون اسطوانات الغاز من مارب ب1050 ريالا ويبيعونها في صنعاء بأكثر من 5 أضعاف. ومن المصدر أونلاين: موقع إخباري يكشف عن عدد الجنود الذين قتلوا وأصيبوا في الدفاع عن صنعاء قبل 3 أعوام. ومن 26 سبتمبر: الجيش الوطني يتقدم في البقع شمال صعدة بعد معارك عنيفة. وأخيرا من الخليج: لاجئون صوماليون يغادرون اليمن طوعا نحو بلادهم. أهلا بكم. ركزت المواقع الإخبارية والصحف الصادرة اليوم على النكبة التي حلت بالبلاد والتي توافق 21 من سبتمبر يوم احتلت الميليشيات عاصمة اليمنيين، وعنون موقع المصدر أونلاين: 294 جنديا قتلوا وأصيب 3000 حين تصدت قوات الفرقة للحوثيين في 21 سبتمبر 2014. يضيف الموقع مستندا إلى تصريحات نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر: خاضت قوات الفرقة الأولى مدرع معارك عنيفة ضد الحوثيين وقوات الحرس الجمهوري الموالية للرئيس السابق صالح يومي 19 و20 من سبتمبر، وانتهت تلك المعارك باجتياح الحوثيين وقوات صالح لصنعاء ومغادرة الأحمر وقيادات عسكرية موالية له المدينة التي استسلمت في ظرف ساعات دون مقاومة مع بقية الوحدات العسكرية. عنوان من محافظة حجة جاء في موقع الاشتراك نت: ضحايا مدنيون في جريمتين للتحالف في غضون ساعات في منطقة كشر. قال الموقع إن غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي خلفت ضحايا مدنيين في مديرية كشر بمحافظة حجة، والتي جاءت بعد ساعات من وقوع جريمة كان التحالف ارتكبها في المنطقة ذاتها. نقل مراسل الاشتراك نت عن مصادر محلية قولها إن مقاتلات التحالف استهدفت بغارتين جويتين منزل المواطن حسن الزراعي في قرية المزرعة بمديرية كشر. وبحسب المصادر فإن الغارات أسفرت عن مقتل أسرة الزراعي والتي كانت متواجدة داخل المنزل والمكونة من 9 أفراد. ماجد العودي يكتب مقالا عن لحظات مأساوية وتجربة مؤلمة تحت عنوان: من الوطن وإليه، حكاية الوجع ودرب التضحية، ويضيف في المقال المنشور في موقع الموقع بوست: بينما أحدق في منزلنا الذي تركته خلفي وعلى عتبة بابه ساق مبتورة، تلك الساق التي جعلت من أخي معاقا وهو يتمسك بالبقاء في ظل شعور متنام بالبقاء في هذه الدار، إذ نظر نظرة في السماء وجال ببصره نحو الأفق ليرتد بشعور التحدي رغبة في التعافي من هذه المحنة. إنها الإرادة الحرة والقيم الثائرة ضد مسالك الشتات والحرمان التي يعيشها الأحرار. تلك إشارة إلى ما لم يدركه أخي، أن الأرض باتت مثقلة بالألغام. إن هذا الواقع الذي يعيشه أخي وأقرانه على نحو ما نضع به دالة الزمن ومتوالية المكان، ونقصد أن الموتى لم ينفك في مطاردة الشباب، وما لبث سيئون يضمرون الشر لكل حر أبي. حملني الموقف المؤثر ومشهد الرجل المبتورة على إنقاذ أخي بوجع يلفني وألم يتطاول في صدري، ولم تغب عني تلك الثنائية المتحصلة من لوازم الواقع وإفرازاته: الحب والحرمان، الهوية والشتات، الأمل والألم، السعادة والشقاء، ثنائيات ما برحت تلازمني وأنا أجري في حركة لاهثة لإنقاذ الطفل على الجهة الأخرى. حملت أخي وأنقذت الطفل الجريح، وغمرات الأسى تجرني من داخلي، وقساوة الأحداث تلقي بظلالها على تلك المسكينة التي تخبط خبطا عشواء هلعا على ابنها المفقود، وابنتها تضع قدما مكان أخرى من آثار البحث في ركض الأم. وفي زاوية أخرى نسمع حشرجة واختناق صوت قد هده الحزن على زوجته وأطفاله.
موقع المشاهد نت يعنون في صفحته الرئيسية: السجون في العاصمة المؤقتة عدن تجاوزت 3 أضعاف قدرتها الاستيعابية. وكشفت المحامية القانونية هبة زين العيدروس أن إدارة سجن المنصورة المركزي اعتذرت عن استقبال سجناء جدد نظرا لاكتظاظ السجن بالنزلاء وعدم استيعابه أكثر من ذلك. وأوضحت بأن إدارة سجن المنصورة المركزي بعدن أعلنت اعتذارها عن قبول أي سجناء جدد، وذلك في أول إجراء من نوعه، ويوضح الحجم الهائل للسجناء داخل السجن. ناشطون حقوقيون في مدينة عدن أكدوا أن السجون تجاوزت 3 أضعاف قدرتها الاستيعابية باعتراف الجهات الرسمية المسؤولة وتأكيد السجناء أنفسهم، الأمر الذي أثار انتقاد الحقوقيين الذين أرجعوه إلى توسع القضاء في الاعتقال الاحتياطي. في ظل ارتفاع معاناة المواطنين، إيرادات شهرية بمليارات الريالات تجنيها سلطات الانقلاب، عنوان لتقرير ورد في موقع الموقع بوست جاء فيه: تفاجأ المواطنون في صنعاء بارتفاع مفاجئ وكبير لسعر اسطوانة الغاز المنزلي مع تزايد دعوات الجماعة الحوثية لضرورة زيادة الدعم المالي لجبهتها القتالية. وارتفع سعر اسطوانة الغاز من 4400 ريال حتى وصل سعره 5500 ريال، في حين تقول أنباء غير مؤكدة أن سعره قد يرتفع إلى نحو 6000 ريال. قطاع واسع من اليمنيين وفقا للتقرير عبروا عن سخطهم واستيائهم الشديد من هذا الإجراء الذي اتخذته سلطات الانقلاب غير مكترثة بما يقاسيه المواطنون من عناء غير مسبوق جراء انقطاع المرتبات والمستحقات المالية ولمدة تزيد عن عام كامل. ومن الجدير ذكره أن السلطات التابعة للحكومة الشرعية بمحافظة مارب شرق اليمن تقوم ببيع اسطوانات الغاز للحوثيين بمبلغ قدره 1050 ريالا، أي أن الميليشيات كانت تبيعه في أسواقها ب4 أضعاف قيمة الشراء سابقا، واليوم صارت تبيعه بما يزيد عن 5 أضعاف التكلفة الحقيقية. يقول الخبير النفطي اليمني الدكتور محمد الزوبة إن سلطات صنعاء تستلم يوميا من شركة صافر بمارب حوالي 18 قاطرة من مادة الغاز المنزلي شبه مجان، وتقوم ببيعها للمواطنين بسعر يفوق السعر العالمي بأضعاف. المتاجرة بمعاناة الناس، الغاز المنزلي أنموذجا. تحت هذا العنوان كتب فاروق الكمالي مقاله المنشور في المصدر أونلاين، مضيفا في أجزاء من المقال: الغاز متوفر في صنعاء، وتصل كميات يومية كافية من منشأة صافر بمأرب، ولا توجد أزمة حتى يرتفع السعر إلى 5500 ريال للإسطوانة، وليس قانونيا أن تباع الإسطوانة حتى ب3200. المفترض أن سعرها الرسمي ب1500 ريال، كما أوضح وكيل محافظة مأرب أن إسطوانة الغاز المنزلي تباع من الشركة في مأرب بسعر 1026 ريال يمني، على أساس أن تصل إلى المستهلك بسبب العرقلة من قبل نقاط الانقلابيين بسعر 1500 ريال يمني. بحسب وكيل المحافظة، فإن ما يتم إنتاجه من غاز منزلي في صافر يوميا يبلغ من 70 إلى 75 مقطورة غاز، تذهب أكثر من 50 مقطورة يوميا إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، وتشمل أمانة العاصمة وصنعاء والمحويت وحجة وعمران وصعدة وذمار وإب، وتمثل ما نسبته 70% من الإنتاج بسبب الكثافة السكانية فيها. لكن سلطات الانقلابيين استحدثت نقاطا في محافظة ذمار، وتقوم بجمركة حمولات قاطرة الغاز ومضاعفة سعرها ونهب كميات كبيرة منها لبيعها في السوق السوداء. عرضت منشأة صافر عبر رئيس دائرة الغاز بصافر كشوفات رسمية من شركة الغاز توضح الكميات المحملة والمرسلة إلى تلك المحافظات خلال الفترة الماضية، تتضمن اسم سائق القاطرة ووقت التحميل واسم المحطة التي ستفرغ فيها واسم المحافظة. تقول صافر إن سلطات الانقلابيين هي من تقوم بالإشراف على إفراغ القاطرات في المحطات المخصصة لها وبيعها على المواطنين، وتتحكم في سعرها، وتمنع شركة الغاز من الإشراف والمتابعة والتأكد من أن تلك الحمولات أفرغت في تلك المحطات وتم بيعها للمواطنين وبالسعر الرسمي.
حملت الصفحة الأولى من صحيفة أخبار اليوم العديد من العناوين، أبرزها عدن: خروج مفاجئ للمحطة الكهروحرارية عن الخدمة ومصدر يكشف السبب، وبندغر في المهرة: ستنتصر في معركة الكرامة أو سننتصر في معركة الكرامة والوحدة، وعنوان: الاتحاد الأوروبي يلجأ لمشايخ القبائل لإيجاد مبادرات قبلية لحل أزمة اليمن، ومن أبين: المحافظ يتفقد أحوال المواطنين بمودية والوضيع ويعد بتحسن الخدمات. يتحدث موقع سبتمبر نت التابع للجيش الوطني عن تقدم يحرزه الجيش الوطني في معقل ميليشيا الحوثي، وعنون الموقع: الجيش الوطني يتقدم في البقع شمال صعدة بعد معارك عنيفة. يقول الموقع إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالتحالف العربي شنت عمليات هجومية وصفت بالنوعية، استهدفت مواقع للميليشيا الانقلابية بجبهات محور البقع وسط تقدم ميداني وخسائر كبيرة للانقلابيين. وأوضح مصدر عسكري لسبتمبر نت أن أبطال الجيش الوطني في لواء فتح تمكنوا خلال معارك تدور رحاها منذ الاثنين من تحرير مواقع جديدة أبرزها التبة الحمراء وعدد من المواقع التي كانت تحتلها الميليشيا بالبقع. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. يترقب اليمن تعهدات مالية وفنية جديدة لمساندته في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي تواجه البلاد، كما جاء في صحيفة العرب الجديد، حيث من المقرر أن يعقد الأربعاء اجتماع لوفد من الحكومة اليمنية مع المانحين من مجموعة أصدقاء اليمن، بالإضافة لاجتماعات مع مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. الرئيس عبد الرب منصور هادي توجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في زيارة اقتصادية سيطلب خلالها مساعدة المانحين ودعما ماليا وفنيا من المؤسسات المالية الدولية ومنحا نقدية لرفض الاحتياطات الأجنبية. مصادر حكومية أكدت للعرب الجديد أن وفد الحكومة اليمنية سيعرض على مجموعة المانحين مقترحا بإنشاء صندوق دولي لدعم اليمن كأحد الحلول العاجلة لتنفيذ خطط تعافي الاقتصاد وإعادة الإعمار. وأضافت المصادر التي رفضت ذكر اسمها أن الوفد الحكومي سيعترض على آلية أقرها البنك الدولي لدعم واردات اليمن بمبلغ 500 مليون دولار عبر أحد المصارف التجارية وليس عبر البنك المركزي والمؤسسات الحكومية. أما صحيفة الخليج فقد نقلت عن منظمة الهجرة الدولية إعلانها إجلاء 133 صوماليا من اليمن إلى بلادهم بشكل طوعي. أضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في حسابه الرسمي لمكتبها باليمن على الفيسبوك أنه تم الإجلاء لهؤلاء الصوماليين عن طريق ميناء عدن. وقالت المنظمة إن عملية الإجلاء الطوعية تمت بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ويعد الإجلاء 14 للصوماليين المتواجدين في اليمن إلى بلادهم عن طريق البحر. وعلى الرغم من الأوضاع المضطربة لا يزال يتواجد في اليمن أكثر من 200,000 صومالي في عدة محافظات حسب تقديرات سابقة للأمم المتحدة. هل من مخرج في زمن صعب بمستجدات خطيرة تم تنشيطها في السنوات الأخيرة في عالم ليست للعربي فيه أي فاعلية، يتلقى ولا يفكر إلا قليلا ولا ينتج أدوات حمايته العادية والاستراتيجية؟ هكذا يبدأ الروائي العربي المعروف واسين الأعرج مقاله المنشور في القدس العربي، محاولا البحث عن إجابات لأسئلة العرب الكبيرة والتي لا تجد ردا وإن طالت في البحث. في 100 سنة الأخيرة تراجع العقل المفكر والمقاوم وحلت محله هلامات دينية طقوسية طائفية عرقية لا شيء يحكمها إلا نظام التفكيك الداخلي وتدمير الوحدة الروحية للشعوب العربية،
تغرق الإنسان في أوهام وحلول جاهزة انتهى بها المقام في السنوات الأخيرة إلى إنتاج مؤسسة اسمها الإرهاب، لها نظامها وشخصياتها وعلاقاتها المحلية والدولية واستراتيجياتها عربيا وعبر العالم. من شدة تكرار المآسي والخيبات خسرنا في العالم العربي عنصر المفاجأة، إذ أصبح كل شيء عاديا ومألوفا، حتى ولو كان في النهاية قنبلة موقوتة ستقضي في وقت ليس ببعيد على كل منجز عربي. أصبح كل شيء يدخل في النمط العادي، لا يحرك له ساكنا، حتى لو كان فجائعيا مثل إبادة 1000 شخص في يوم واحد بالكيميائي أو بالقصف، بغض النظر من المسؤول، وإحراق مدينة بكاملها على رؤوس أهاليها، أو إبادة قومية بكاملها فقط لأن دينها يختلف عن الدين الغالب. لا غرابة إذا قلنا إن الزمن العربي لا يتحرك في ظل الأدخنة الثقيلة التي تحيط به من كل جانب، وإذا تحرك لا يفعل ذلك إلا مزيد من التقهقر وفقدان البوصلة، فكل ما يحدث فيه يؤكد ذلك، هو خوف داخلي مزمن كل دولة عربية تحاول حله بطريقتها. لنتخيل معا مقدار الغرابة التي قد تصل أحيانا إلى أقاصيها التي لا تطاق، وإذا تحملناها فهذا يعني أن شيئا مهما فينا قد مات أو شل نهائيا. في الشأن الدولي، قالت صحيفة الشرق الأوسط بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاجم بشدة كوريا الشمالية من على منصة الأمم المتحدة، وصف نظامها بأنه شرير، وتوعد بتدمير كامل لهذا البلد في حال هدد نظام بيونغ يانغ الدول المجاورة له. واعتبر الرئيس الأمريكي في أول خطاب يلقيه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي بدأت أعمالها اليوم، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أنه انطلق في مهمة انتحارية. وقال ترامب إن الولايات المتحدة لديها قوة كبرى وتتحلى بالصبر، لكن إذا اضطرت للدفاع عن نفسها أو عن حلفائها فلن يكون أمامنا من خيار سوى تدمير كوريا الشمالية بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، انتقد ترامب إيران بسبب سلوكها المزعزع للاستقرار، واصفا النظام الإيراني بالنظام القاتل، وأشار إلى أن الاتفاق النووي مع إيران هو مصدر إحراج، وأوضح قائلا: لا يمكننا الالتزام باتفاق إذا وفر غطاء لإنشاء برنامج نووي في نهاية المطاف. موقع شبكة البي بي سي قال في أحد أخباره الأكثر قراءة أن النيابة العامة في سويسرا فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب وجود عشرات الآلاف من اليورو في مراحيض بجنيف، حيث وجدت عملات ورقية بقيمة 500 يورو لكل منها ممزقة في مراحيض أحد أفرع بنك يو بي إس في 3 مطاعم قريبة. وأشارت تقارير إلى أن آلاف الفرنكات قد أنفقت على إصلاح السباكة لتسليك الأنابيب المحيطة من النقود الورقية. ومن المقرر سحب عملات اليورو مرتفعة القيمة في عام 2018 بسبب المخاوف من استخدامها في تسهيل أنشطة غير مشروعة. وسوف تظل هذه العملات قانونية، لكن البنك المركزي الأوروبي سيوقف إصدارها بعد استفسار المفوضية الأوروبية عن جدوى استخدامها. ولا يعتبر إتلاف العملات جريمة في سويسرا، لكن المدعين العامين المحليين أكدوا أنهم يحاولون معرفة الظروف المحيطة بالعثور على تلك العملات بشكل غير طبيعي، وما إذا كانت جريمة قد ارتكبت. 299649 حسابا حذفته شركة تويتر، وذلك بتهمة الترويج للعنف، تضيف الشركة في خبر نشرته صحيفة القدس العربي. أنظمة المراقبة الداخلية تسمح لها بحذف حسابات على مواقعها للتواصل الاجتماعي تستخدم في الترويج للإرهاب في وقت مبكر، مقارنة بالاستجابة لطلبات حكومية بإغلاق هذه الحسابات. الصحيفة قالت إن حكومات الولايات المتحدة وأوروبا
تضغط على شركات التواصل الاجتماعي مثل تويتر والفيسبوك والثابت المالكة لجوجل لبذل جهد أكبر لمحاربة نشر جماعات إسلامية متشددة التطرف عن طريق الإنترنت. لكن شركة تويتر قالت بأنها حذفت 299,649 حسابا في النصف الأول من هذا العام لأنها كانت تروج للإرهاب، وهو تراجع بنسبة 20% عن الأشهر الستة السابقة. وذكرت الشركة أن أقل من 1% من الحسابات أغلقت بطلب حكومي، بينما أغلقت 95% من الحسابات بفضل جهود تويتر الداخلية في محاربة المحتوى المتطرف باستخدام أنظمتها للمراقبة. علق صحفي أمريكي على تكاليف الحرب الفيتنامية قائلا إنها تكفي لإسعاد مئات الملايين من البشر، بحيث يجد المريض علاجا والمشرد بيتا والباحث مختبرا. هكذا بدأ خيري منصور مقاله المنشور في صحيفة الخليج مضيفا: هل تبدو مثل هذه التمنيات مجرد هواجس رومانسية وأحلام يقظة في عالم براجماتي وذرائعي؟ أم هي يوتوبيا عصية على التحقيق؟ لو أعطي هذا السؤال لفلاسفة ومفكرين من مختلف الثقافات لربما كانت الإجابات مختلفة جذريا عن إجابات الدبلوماسيين والجنرالات، لأن الصراعات التي يعيشها البشر بين غرائزهم وأشواقهم إلى تصعيدها وتدجين النوازع البدائية تنعكس على الأفراد وأحيانا تتجسد فيهم وفي خياراتهم ومواقفهم. لكن القرار في النهاية ليس للفلاسفة والشعراء والحالمين، بدءا من ديوجين وحواره الشهير مع الإسكندر حتى مواقف فلاسفة معاصرين من طراز برتراند روسل وتشومسكي وميشيل فوكو من قضايا سياسية وحروب. والتاريخ على ما يبدو محكوم إلى الأبد بثنائيات الخير والشر والحقيقة والوهم والحرب والسلام. وبريطانيا التي أنجبت برتراند روسل ومن قبله شكسبير وكيتس هي التي أنجبت من الرحم ذاتها اللورد بلوفور ووينستون تشرشل وأنطوني إيدن وأنطوني بلير أيضا، وكذلك فرنسا وألمانيا وأخيرا الولايات المتحدة. فهل ذهبت أحلام الفلاسفة والمفكرين مع الريح تماما كما فشلت جمهورية أفلاطون في التحول من خيال إلى واقع، وكذلك كل المدن الفاضلة التي ظلت حبرا على ورق؟ أم أن التاريخ لم ينتهي بعد كما زعم فرانسيس فوكاياما، وأن المستقبل لا يزال مفتوحا أمام محاولات تجعل من هذا الكوكب مكانا دافئا وصالحا للإقامة والتعايش؟ ومن صور صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية ستكون جولتنا المصورة لهذا اليوم، نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير، في أمان الله.